اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن خالد جدرله. ازيك كابتن خالد؟ كابتن اسلام ازيك؟ منور بيك. سعداء جدا بوجودك معانا. ده انا اللي سعيد بيك جدا. دايما بنبقى سعداء بوجود حضرتك معانا وكل جمهور النادي. الله يخليك يا اسلام، شكرا. خلينا نطلع نبدا بتقرير عن كابتن خالد ونرجع نكمل بقى. يعد خالد جدرله واحدا من النجوم التي لم ولن تنساها جماهير الكرة المصرية بشكل عام والأهلي بشكل خاص، لما تميز به من قدرات ومهارات فنية رائعة وسط جيل كان بارعا في كل شيء. ترك المستطيل الأخضر كلاعب، لكنه ظل نجما لا ينسى بسبب أدائه العالي ومهاراته وأهدافه التي ستظل خالدة لزمن جميل افتقدناه كثيرا. بدأ خالد جدرله مشواره مع القلعة الحمراء عام 1975 وخاض أول مباراة رسمية له عام 1977، وكانت أمام المصري وانتهت بفوز الأهلي 2-1، ليحجز مكانا في التشكيلة الأساسية لمارد الجزيرة حتى أعلن اعتزال كرة القدم عام 1989. حقق خالد جدرله خلال تلك الفترة أكثر من 20 بطولة مع النادي الأهلي بجانب إحرازه 87 هدفا. بدأ خالد جدرله مشواره التدريبي في مدرسة الكرة بالنادي الأهلي وتدرج في قيادة فرق الناشئين وكذلك كنائب لمدير الأكاديميات ونائب ومدير لقطاع الناشئين بالأهلي، وحقق معه العديد من البطولات بجانب الحصول على بطولة الإمارات العربية مع القلعة الحمراء، وحصد أيضا بطولة المملكة العربية السعودية للناشئين مع نادي الاتفاق السعودي عندما كان مديرا فنيا للفريق. وعلى مستوى المنتخبات الوطنية تولى خالد جدرله منصب المدير الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 سنة في تصفيات كأس العالم، والمدرب العام للمنتخب الأولمبي مع الألماني زيجي هيلد، كما تولى من قبل تدريب كثير من الأندية منها الاتفاق والوحدة السعوديان وبنياس الإماراتية. يمتلك خالد جدرله سيرة ذاتية قوية في علم التدريب، حيث حصل على شهادة جامعة لايبزيغ بألمانيا الغربية وأيضا شهادة من الاتحاد الألماني لكرة القدم لتدريب الفرق القومية بجانب دبلوم من الاتحاد الدولي في كرة القدم، وحصل أيضا على شهادة من الأكاديمية الرياضية برومانيا بخلاف الرخص التدريبية من الاتحاد الإفريقي. خالد جدرله اللاعب الرائع والمدرب الكبير والإنسان الخلوق، وقبل كل ذلك ابن الأهلي الوفي المخلص العاشق لهذا الكيان. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. كابتن خالد، يعني طبعا خليني أبدأ بقى مع حضرتك النهاردة بكلامنا عن النادي الأهلي. النادي الأهلي النهاردة قبل ما نتكلم عن المنتخب هنتكلم في كل الملفات الرياضية طبعا، ولكن بداية مع النادي الأهلي، كيف يمكن أن يستفيد النادي الأهلي من فترة الراحة اللي قد تكون طويلة شوية وضد مصلحة النادي الأهلي؟ لأنه دايما بنسمع من حضراتكم وأنتم بتتكلموا دايما أنه طول ما أنت بتكسب عايز تفضل تلعب يعني. طبعا زي ما احنا بنقول في لغة الكورة، المكسب بيجيب مكسب. فاستمرارية المباريات وأنت بتكسب دي حاجة مهمة جدا بالنسبة كانت للنادي الأهلي، ولكن دايما النادي الأهلي بيعرف يتعامل مع كل المواقف. يعني فعلا فترة الراحة هتبقى طويلة، ولكن عندنا مدير فني على مستوى عالي خبرة كبيرة هيعرف يتعامل ويستفيد بشكل كبير جدا من هذه الفترة الطويلة بتاعة الراحة، من ناحية استشفاء اللعيبة المصابة، علاج اللاعبين المصابين، اللعيبة برضو اللي هي بدنيا وفنيا وخططيا عايزة شغل، عايزة شوية شغل زيادة هيبتدي يشتغل معاهم على أساس أنه هو يتلافى السلبيات اللي موجودة ويبتدي بقى مسابقة الدوري لما ترجع بإذن الله بشكل يكون على مستوى كبير يعني. طيب، من وجهة نظرك إلى أي مدى وصل مستر كولر حتى الآن لقناعاته الفنية؟ لا، وصل لمرحلة كبيرة يعني في الفترة القصيرة دي، من خلال النتائج وعروض النادي الأهلي، النتائج اللي الحمد لله الكويسة، وصل لمرحلة ممتازة وقدر ان هو يحط بصمته على اداء اللاعبين على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. أيوة. ودي نقطه مهمه جدا، وباذن الله اللي جاي احسن. يعني هو يبشر ان باذن الله المباريات القادمه والنتائج والبطولات هترجع باذن الله تاني للنادي الاهلي. هناك قوة هجوميه تشوفها قد تكون واضحه مع مارسيل كولر، ايضا هناك صلابه دفاعيه، كيف يمكن من وجهه نظرك او كيف فعل مارسيل كولر او كيف وازن مارسيل كولر ما بين هذا الامر وهذا الامر؟ هي كابتن اسلام الكره الحديثه دلوقتي يعني شقين، وانت معاك الكوره وانت ما معكش الكوره. مظبوط. وانت معاك الكوره ازاي بتبقى فعال
هجوميا ويكون في كثافه هجوميه ويكون في خطوره على مرمى الفريق المنافس، وده اللي عمله مستر كولر. وفي نفس الوقت لما الكوره بتتقطع منك ازاي بترتد للدفاع بشكل سريع وتقدر ان انت تدافع بشكل حديث. يعني دلوقتي كره القدم الحديثه حتى في اسلوب النواحي الدفاعيه بيبقى ليها شكل، والحمد لله هو ابتدى يحط بصمته على النادي الاهلي في النواحي الهجوميه والدفاعيه. ايه الفارق يا كابتن ما بين النواحي الدفاعيه تحديدا وزمان ودلوقتي؟ لا دلوقتي اول حاجه لازم تكون تحت الكوره، يعني دي ما كانتش موجوده زمان على ايامنا احنا. لا انت كنت بتدافع ممكن في كل مساحات في الجزء بتاعك او في كل مساحات الملعب. أوكي. انما دلوقتي انت لازم تكون تحت الكوره، لازم يكون هناك تقارب ما بين الثلاث خطوط بتوع الفريق بتاعك سواء المهاجمين او وسط الملعب او المدافعين. الطرق الدفاعيه دلوقتي ما بتتبنيش على المدافعين بس، لا دلوقتي بتتبني على لاعبي خط الوسط وحتى المهاجمين. يعني وانت في حالة الدفاع بتبتدي الحالة الدفاعية من راس الحربة بتاعك وبعدين خط الوسط وبيليه خط الدفاع. هل ده معناه يا كابتن ان راس الحربة لازم يكون بيدافع كويس؟ راس الحربة تحديدا لازم سترايكر. لازم بالذات مثلا تقدر تستخدمه في الكرات الثابتة اللي عليك في القرانر، ازاي بيرجع، ازاي بيلعب بدماغه كويس، ازاي ان هو ما بيخليش حد من الاثنين المساكين يقدروا يتقدموا عليك، بتبقى دي مسؤوليته الدفاعيه بالشكل في الحدود دي. ازاي ان هو يبقى ملتزم مش اكتر من كده، يعني مش اكتر من كده، مش هيلعب مثلا مدافع صحيح. لا ولكن بمجرد بقى قطع الكوره ازاي بينطلق للامام ويتحول من الدفاع للهجوم. كابتن برضو عايز حضرتك تقول للناس ايه الفارق ما بين، او جمهور النادي الاهلي تقول لهم ايه الفارق ما بين يعني ايه خطة اللعب وطريقة اللعب، يعني الناس فاهمة ان دول حاجة واحدة. لا هي مش حاجة واحدة، سؤال على فكرة احييك عليه، لان فعلا الناس بتتلخبط ما بين خطة اللعب وطريقة اللعب. طرق اللعب اللي هي الطرق اللي هي المعروفة عالميا، وبرضو طرق اللعب هو كرة القدم هو علم وليس ما فيهوش اجتهادات في الآراء، يعني في بعض الحاجات. فبالنسبة لطرق اللعب، طرق اللعب العالمية المتعارف عليها في علم كرة القدم هي معروفة، اللي هي مثلا 4-4-2، 4-2-3-1، 4-3-2-1، 4-3-3 كان قبل كده بشويه، و3-4-3 قبل كده بشويه كان 5-3-2، وبتتحول ممكن تبقى 3-5-2. فدي طرق اللعب. الخطط اللعب بقى ازاي، بقى خطط اللعب اللي هي استراتيجيه المباراه، خطه اللعب ازاي انت مثلا هتلعب مباراه بتضغط على الفريق المنافس من نص ملعبه، دي خطة لعب الضغط المتقدم، استراتيجية لعب في هذه المباراة بالظبط على حسب قوة المنافس وعلى حسب الخطة اللي بيتبعها كل مدير فني حسب كل مباراة وقوتها. يعني ممكن جدا زي ما حضرتك بتقول كده في مباراة من المباريات هضغط من قدام، مباراة تانية ارجع ورا من نص ملعب اللي هي 4-2-3-1 بالظبط نفس الطريقة، ولكن خطة اللعب هنا بتختلف، ان انا بضغط من قدام من التلت القداماني بتاع الفريق المنافس، ممكن بلعب زون من نص ملعبي وبعدين ببتدي اضغط لما الكرة بتيجي في نص ملعبي. أوكي. ممكن خطة من خطط اللعب ازاي ان انا ممكن العب على مصيدة التسلل. أوكي. دي كلها مش طرق لعب، دي خطط اللعب اللي هي الاستراتيجية كل مباراة بالظبط، كيفية التعامل مع كل مباراة على حسب قوة الفريق اللي انت بتلعبه. وفي الغالب يا كابتن المدير الفني هو اللي بيضع طبعا هذه الاستراتيجية بتاعت كل مباراة، ولكن اقصد انه هل هو بيفكر في الاستراتيجية، استراتيجية المباراة على حسب اللاعبين اللي عنده وقوة الفريق اللي قدامه، ولا ان هو يعني ايه انا هلعب بطريقة واحدة او كل مبارياتي؟ كل مباراة على حد، على حسب قوة الفريق المنافس، إمكانيات اللعيبة اللي أنت بتلعب قدامها، وفي نفس الوقت إمكانيات اللعيبة بتاعتك. أنا يمكن يعني لازم أذكر الله يرحمه كابتن جوهري. كابتن جوهري في 82 و83 و84 كان بيحكي لنا الماتشات قبل ما نلعبها، يعني مثلا نروح نلعب الإسماعيلي في الإسماعيلية، في محاضرة الماتش من قبلها بيومين يقول لك الإسماعيلي هيلعب إزاي بالظبط. ويمكن كان بس دي حتى بتبقى بطيخة يعني. لا مش يعني ايه بطيخه يعني يعني بس الناس بطيخه دي كان دايما يقولوا لنا كده يعني هي بطيخه. لا هي بتبقى موهبه دي، الحته دي ما بيوصلش ليها غير المدير الفني او المدرب الموهوب، لان انا برضو من وجهه نظري ان التدريب موهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى. زي لعيب الكوره اللي عنده موهبه وعنده حلول، برضو في مدربين اللي ربنا سبحانه وتعالى اداهم موهبه
بيديهم الحلول الكتيره جدا، بس بيبقى فيها بعض التوفيق برضو يا كابتن بنسبه قليله، يعني ممكن نقول مثلا بنسبه 30% توفيق، بس 70% بتبقى الامور كلها محطوطه في نطاقها المظبوط. فكان الكابتن جوهري الله يرحمه هو اللي بيشرح الخطه، كان بيحكي لنا الماتش قبل ما نلعبه. يعني مثلا كابتن جوهري، انا بالنسبه لي كنت انا لعيب خط وسط، انا النواحي الدفاعيه عندي ما كانتش كويسه، يعني انا راجل بلاي ميكر صانع لعب بالنسبه للفرقه، بشوط كويس، بقدر اجيب اجوان، بقدر اصنع اهداف. فطبعا لما كنت بستنفذ مجهودي في النواحي الدفاعيه بشكل كبير جدا كانت بتاثر عليا في الحاجات الثانيه. المدرب الوحيد، اتمرنت مع مدربين كتير على فكره سواء اجانب او مصريين في الفتره اللي لعبت فيها، يعني المدرب الوحيد اللي كان يقول لي خالد ما تمسكش حد، انت هتتمسك. يعني ما كانش بيكلفني باي واجبات دفاعيه على اساس يخليني كل مجهودي يطلع في النواحي الهجوميه وصناعه اللعب بالنسبه للفريق. فده برضو فكر ودي رؤيه. هل ده موجود دلوقتي؟ بمعنى هل يعني معلش هو كل شويه حضرتك بتفتح لنا سؤال. اتفضل. يعني هل دلوقتي مثلا انا اقدر اقول للبلاي ميكر اللي بيلعب في الاهلي قفشه برونو بتاع ما تمسكش او ما ترجعش وخليك واقف هو هيجي يمسكك؟ في ماتشات دلوقتي؟ في ماتشات معينه كتيره ممكن. والله. يعني قفشه ما في ماتشات معينه يعني النادي الاقل الاقل خطوره يعني ممكن ما تكلفوش باي واجبات دفاعيه بالنسبه يعلق قدام، مش يعلق حكايه انه يعلق قدام، يتحرك براحته ويتحرك، لان هو اي صانع لعب بتبقى اي حد بيقطع الكوره في الفرقه بيدور عليه عشان يديله الكوره. صحيح. فازاي هو بقى يوفر مجهوده في النواحي، ازاي يصنع اللعب، ازاي يبتدي يتحرك لقدام، ازاي يهاجم، دي في الماتشات اللي انت بتبقى يعني اليد العليا انت احسن فيها. ولكن في الماتشات اللي بيبقى فيها يعني 50-50 لا، ممكن ان انت في الوقت دون اللي ما بيملكش النواحي الدفاعيه بشكل كويس ممكن يقعد ويستفيد بيه في بعض من الوقت كشوط او فتره من الشوط الثاني. حضرتك مع الراي ده يعني؟ طبعا. ان لو مش هتدافع كويس يبقى اقعد دلوقتي في كده. بعض المباريات الكوره دلوقتي كده يعني. لازم تدافع كويس وتهاجم كويس الاثنين، ولكن في الماتشات زي ما قلنا اللي انت بتلعب فرق اقل منك في المستوى وفي الامكانيات ممكن ان انت تلعب الناس اللي هي ما بيبقاش عندها الحته الدفاعيه بشكل كبير. حلو جدا. لكن بنسب كام؟ خلينا في الجزء الامامي. ايوه. بنسب كام يا كابتن يبقى بيدافع كويس وبيهاجم كويس؟ 70-30 يهاجم 70 30 دفاع. والله؟ طبعا. ويعني بالنسبه للعيبه النادي على مستوى الدوري المحلي، لا الكلام اللي انا بقوله ده ممكن يمشي في كل الماتشات بالنسبه للعيبه النادي الاهلي في كل الماتشات. يعني ممكن بالنسبه للبلاي ميكر، انا بتكلم على لاعب اللي هو صانع اللعب في وسط الملعب. يعني زي قفشه برونو بالظبط كده. بالظبط كده. فانت يعني لما تاخد منه 30% دفاعيا و70% في النواحي الهجوميه، يعني نسبه كويسه. جدا. ده يبقى هايل. طبعا. يعني دايما في الطبيعي كان يقول لك ايه او البلاي ميكر علق قدام، علق قدام دي معناها ان 80 90 اكتر كمان. ايوه. لا دلوقتي 70 30 ليه؟ لان الاثنين الديفندرين اللي في نص الملعب لاعبي الوسط المدافعين انت بتطلب منهم العكس بقى، 70% دفاعيا و30% او 20% هجوميا. فده بيعوض ده. طيب هل المدرسه السويسريه تحديدا مناسبه لهذا الامر؟ يعني هل ده حضرتك بتشوفه موجود في مستر مارسيل كولر؟ شايفه طبعا، وزي ما قلت لك كابتن اسلام بصماته وضحت في البدايات. واي مدير فني كويس من البدايات دايما بتبقى مهمه جدا. هو قدر يبتدي مع الفرقه بشكل كويس جدا من ناحيه الاداء ومن ناحيه النتائج ومن ناحيه المستوى الفردي، تحسن المستوى الفردي بالنسبه لبعض اللاعبين. طيب. كريم فؤاد مثلا، يعني كريم مهمة فؤاد مهمه جدا. هنكمل كلامنا مع كابتن خالد، ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير مع جمهور النادي الاهلي عن كابتن خالد جدالله، وبعد كده نرجع نشوف رايه ايضا في التميز الفردي لبعض اللاعبين منهم كريم فؤاد. وطبعا هنساله السؤال المعتاد، هو كريم فؤاد ايه رايك في عدم اختيار كريم في منتخبنا الوطني؟ نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. كابتن خالد جدالله ده حاجه يعني ما حصلتش وما اتكررتش وما فيش حد شبهه. في ناس كتير جم في نص الملعب هايلين، بس خالد جدالله كان له طعم تاني خالص. خالد جدالله ده في ماتش من الماتشات جاب جون، اعتقد كنا كسبانين 5-1، كان في السكه الحديد، جون حاجه يعني مش عايز اقول لك حاجه رائعه. كان
دماغه برضو جميلة. الراجل كان مايسترو في نص الملعب. كابتن خالد جدلة طبعا كان من أحسن لاعبي خط الوسط في النادي الأهلي، وكان ليه تمريرات دقيقة جدا وساهم كتير أو في تحقيق بطولات للنادي الأهلي، وكان دايما يمتاز بالخلق الرفيع واللعب النظيف. وحقيقة احنا بنتذكره دايما لما واحنا بنفتقده هذه الأيام، لأن ما فيش لاعب بهذه الموهبة حتى الآن. كابتن خالد جدلة من أحسن لاعبة لعبت في خط النص في مصر، وكان بيملك بين الباصات الجميلة جدا والشوت كان شويت جدا. يعني أنا فاكر له ماتش المصري لما فزنا بالكاس جاب الجون الثالث من أحلى الأجوان اللي جابها خالد جدلة. كابتن خالد جدلة تاريخ كبير ومن اللعيبة اللي ليها اسم كويس في خط النص، وكان الحقيقة بيتميز عن كل اللعيبة إن هو بيشوط كويس وبيصوب كويس برجليه الاثنين، وجاب اهداف كتير للنادي الاهلي برجله، وده اللي احنا بنفتقده دلوقتي. كابتن خالد جدلة طبعا غني عن التعريف واحسن لعيب خط وسط انا اتفرجت عليه في الثمانينات، واحنا مفتقدين شوطه دلوقتي في الاجيال الحاليه يعني، وربنا يوفقه كده ان شاء الله. الكابتن خالد جدلة من افضل النجوم بتاع النادي، من افضل نجوم النادي الاهلي، وكل اللي افتكره له اهدافه الكتيره، بس افضل هدف ليه اللي جابه في الزمالك. ماتشات الزمالك بتعلم مع الناس برضه. طبعا. ماتشات اهلي وزمالك دايما ديربي بتعلم طبعا مع من الناس. اصعب الماتشات اللي حضرتك لعبتها اهلي وزمالك يا كابتن؟ والله انا كل الماتشات اللي لعبتها ما كانتش صعبه يعني الحمد لله. يعني بتبقى ماتشات مفتوحه بتبقى حلوه بالنسبة واللي بيبقى كويس هو بتلاقيه. فاحنا الحمد لله حتى في ايامنا يعني يمكن كانت الغلبه لينا في معظم الماتشات يعني اهلي وزمالك. وانا لعبت انا لعبت اصلي كمان سني صغير يعني، لعبت قدام نادي الزمالك كان حسن كابتن حسن شحاته، فاروق جعفر، محمود الخواجه، يعني ناس لان انا لعبت صغير يعني. يمكن اول ماتش ليا مع الدرجه هو كان عندي 18 سنه ونص. كانت العلاقات ما بينكم عامله ازاي بقى يا كابتن اهلي وزمالك كانت يعني؟ كانت جميله جدا. لا ما كانش في، كان يمكن خلال الماتش بس بيبقى كل واحد عايز يكسب وعايز بتكلم قبل وما بعد. لا كانت يعني الامور كانت حلوه جدا، اخويه والناس كلها اخوات بره الملعب، هو بس التنافس شريف داخل الملعب، وبعد ما بيخلص الماتش كان كلنا اصحاب يعني. اللي انا اعرفه عن هذا الجيل، ومش هذا الجيل فقط ولكن اجيال لغايه دلوقتي الحقيقه، ده بيحصل ان دايما بيكونوا قريبين من بعض في امور كثيره جدا، لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك تحديدا يعني. جدا جدا يعني. واكتر ناس اصحاب كانت في الوقت ده تلاقيها من الاهلي وبالزمالك. يعني خروجات كتيره كانت تجمع ما بين لعيبه النادي الاهلي ولعيبه نادي الزمالك على طول مع بعض، سواء عندنا في النادي كان بيجوا لنا زيارات وبنقعد وبنتكلم. في بعض الاحيان كنا نروح نادي الزمالك، ولكن برضو مش اوقات كتيره، ولكن الجو كان غير دلوقتي، ما كانش في تعصب. الفارق دلوقتي لا، دلوقتي العمليه في تعصب، في يعني تحس ان الناس مشدوده، كل واحد عايز النادي بتاعه يبقى احسن ويتكلم وحش على النادي التاني، وهي دي اللي موجوده دلوقتي. زمان كان كل جمهور بيحب النادي بتاعه يبقى الاحسن وان هو اللي يكسب، ولكن دون التعرض او الكلام بشكل وحش على النادي المنافس. كانت بتبقى فيها المناوشات اللطيفه اللذيذه، الحاجات اللي احنا عارفينها كلها في الملعب يعني. في الملعب، انما ما فيش تجاوز. السوشيال ميديا فرق اعتقد جد. ما كانش فيه بقى ساعتها سوشيال ميديا ولا حاجه. فكانت الامور هاديه. وكانت يا دوبك وقت التلفزيون واذاعه الماتشات وبتاع. كان فيه يمكن برنامج واحد بس هو اللي بيطلع مثلا بعد الماتش. لكن دلوقتي في 100,000 برنامج. يا خبر ابيض. ده دلوقتي كل حاجه بقى راديو وتلفزيون وكل حاجه. طيب حضرتك تابعت اكيد مستوى كريم فؤاد، بما ان حضرتك كنت بتتكلم عن التميز الفردي لبعض اللاعبين من خلال تمرينهم مع مارسيل كولر، شفت تميز كريم فؤاد ازاي الفتره اللي فاتت؟ لا بصراحه كريم مفاجاه، يعني مفاجاه بالنسبه لي، لان في تحسن واضح جدا ما بين ادائه مثلا السنه اللي فاتت وبين ادائه السنه دي. وده نجاح المدير الفني. نجاح المدير الفني ما بيبقاش على المستوى النتائج بس، لا على مستوى النتائج ومستوى الجماعي بالنسبه للفريق والمستوى الفردي بتاع كل واحد، وازاي يطلع احسن حاجه من كل لعيب. وهو ده اللي عمله مستر كولر مع كريم فؤاد، هو طلع احسن ما عند كريم فؤاد اللي احنا ما كناش شايفينه، ومتهيألي هو برضو كريم ما كانش شايفه في نفسه. كريم وعدم اختيار، طبعا اختيارات المنتخب وجهة نظر، هو حر يعني، كل مدير فني وله الحرية، ولكن
هذا التألق الواضح يعني كريم كان اللي يمكن الأفضل خلال الثلاث أربع ماتشات اللي اتلعبوا في الدوري العام الموسم ده. مش كلام الأهلاوية وإسلام بس، ولكن ده كلام كل المحللين والخبراء في كرة القدم. من وجهة نظرك عدم اختيار كريم فؤاد ليه؟ من وجهة نظرك مش من وجهة نظر فيتوريا. من وجهة نظري عدم اختياره لا، بالنسبة لي يعني كان مفاجأة، كان لازم يروح كريم يعني أوكي. وجهة نظري كان لازم يروح لأن هو متألق بشكل كبير جدا، والمفروض أي لعيب يتألق في ناديه لازم منتخب مصر يضم أوكي. يعني بغض النظر أهلي زمالك في أي نادي، فكانت بالنسبة لي غريبة أن كريم ما يروحش، ولكن في نفس الوقت هي وجهة نظر مدير فني أوكي. رؤيته ممكن يقول لك هو مستنيه يبقى فيه استمرارية شوية في التألق بحيث ممكن. ان هو ياخده ما يبقاش مثلا من 3-4 ماتشات. ولكن يا كابتن الأقرب اللي اتقال عارف ايه؟ اتقال ان هو بيلعب يعني المكان اللي تألق فيه اللي هو بيلعب فيه محمد صلاح. مش شرط. طيب وايه المشكله لما يبقى محمد صلاح وحد تاني كويس؟ يعني مش حكايه لا محمد يعني هو محمد الناحيه التانيه معاه مرموش ومعاه زيزو ومعاه كذا حد، ده يعني ممكن وجود كريم فؤاد يخلي الناس دي تشد حيلها شويه كمان يعني يبقى في منافسه، يبقى يعني ايه المشكله ان يبقى موجود محمد صلاح ومرموش وتريزيجيه وكريم فؤاد، وكريم ممكن ما يلعبش الناس التانيه تلعب، ولكن هيخلي يعني بيبقى يعني بيرسي مبدا التكافؤ ان انت لعيب ظهر بشكل كويس مع ناديه وتالق ان انا باخده منتخب مصر، دي مهمه جدا. طيب من وجه ارجع لنادي الاهلي مره اخرى، ان السيجمنت الاخير هيكون هنتكلم فيه عن منتخبنا الوطني ومباراته الوديه امام منتخب بلجيكا. من وجهه نظرك يا كابتن هل النادي الاهلي يحتاج الى اي تدعيمات خلال الفترة القادمة، والمراكز اللي من وجهة نظرك ممكن النادي الأهلي ينظر لها خلال الفترة القادمة؟ يعني أنا من وجهة نظري النادي الأهلي محتاج رأس حربة تمام تاني أوكي. يكون موجود برضو يبقى تدعيم للخط الأمامي وبرضو في حراسة المرمى برضو يعني متهيألي إن هو محتاج حارس مرمى يدعم حارس مرمى مع الموجودين ورأس حربة مع اللي موجودين مع حراس المرمى. هو موجودين. في الحاله دي يا كابتن يقول لك مش شايف ان هو كتير هيبقى كتير يعني مثلا راس حربه انت عندك شريف وشادي وحسام وممكن كمان يلعب برونو ممكن يلعب هو راس حربه مختلف في المواصفات عن اللي موجودين. اتفضل. مختلف في المواصفات عن اللي موجودين يعني يكون في سمات ومميزات ما تكونش موجوده عند الناس اللي موجوده يعني كل الاسامي اللي انت قلتها طبعا لعيبه كبيره واضافات مهمه جدا لعيبه النادي الاهلي ولكن النادي الاهلي من وجهه نظري محتاج راس حربه بمواصفات مش موجوده عند الناس اللي موجوده اللي بتلعب دلوقتي يعني من ناحيه اللي التكوين الجسماني السرعه تكون محطه قوي جسمانيا راس حربه اللي هو قوي جسمانيا سرعه يكون محطه بالنسبه لان انت عندك احنا عندنا في النادي الاهلي عندنا لعيبه كتير قوي كويسه بتيجي من تحت من نص الملعب محتاجين حد يقف عليه بالظبط كده اللي هو المثال اللي هو عماد متعب مثلا بالظبط او يعني يمكن عمرو زكي مثلا بالظبط يعني النوعيه بتاعت بالظبط كده بتاعت عمرو زكي يعني النوعيه بتاعت عمرو زكي التكوين الجسماني قوي ازاي يبقى محطه تقدر تسند عليه عشان ناس لعيبه الكوره الكويسين قوي يجوا من تحت اللي هم موجودين في خط نص النادي الاهلي يبقى انتاجهم يزيد. طب من ناحيه الشمال هل حضرتك شايف ان لازم يبقى في حد مع علي ومحمد في ظل وجود مثلا محمد اشرف ناشئ وفي ظل وجود ايمن اشرف برضو؟ لا يعني في الحته محمد اشرف ناشئ مستقبله جاي باذن الله كل ما هيلعب هيبقى كويس، علي معلول موجود، ايمن اشرف موجود، فثلاثه في الحته دي متهيألي برضو كفايه. يعني مش محتاجين في الحتة دي تدعيمات تانية يعني. طيب خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل بقى هنرجع نتكلم عن منتخبنا الوطني منتخب مصر ومباراته الهامة جدا مع منتخب بلجيكا ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. كابتن خالد أولا من وجهة نظرك شفت القايمة بتاعت منتخبنا الوطني إزاي أو اختيارات روي فيتوريا بالكامل بقى قولها إزاي؟ اختيارات انا يعني اتمنى تكون موفقه يعني بس هو يعني هو من الواضح ان هو ضامن ناس كتيره جديده هو برضو ليه يعني ودي اختياراته ومن حقه يختار طبعا اي عنصر من العناصر اللي موجوده
فانا شايف ان هو في عناصر جديده ملهاش خبره دوليه بشكل كبير، هو مختارها على اساس ان هو بيامل ان هم يادوا بشكل كويس. نتمنى طبعا التوفيق لكل لاعبتنا، ونتمنى للتوفيق باذن الله في التجربه امام بلجيكا، لان ماتش طبعا مش سهل وماتش صعب، وهو بعد الماتش ده هيقدر يحط ايديه على كل السلبيات والايجابيات بتاعت اللعيبه بتاعتنا. برضه يا كابتن خالد، يعني مين اللعيب اللي كان ممكن حضرتك شايفه مناسب لوجوده في المنتخب خلال الفتره دي هو ما اختاروش؟ هو كريم فؤاد، يعني نمره واحد كريم. طبعا في حد تاني غير كريم من وجهه نظر حضرتك؟ لا يعني تقريبا لا، بس هو من العدل ان اي لعيب يثبت نفسه ويتالق لازم يتاخد. يعني بيبقى وضع مش طبيعي هو ما اتاخدش ليه، ومش عذر ان هو بيلعب في مكان مثلا فيه تريزيجيه او محمد صلاح او مرموش، لا هو اجاد كان لازم ياخده، لان دي بتدي حتى امل لكل اللعيبه ان هي تجتهد من خلال الماتشات مع النادي بتاعها على اساس ان هي تروح المنتخب. فهو يمكن كريم فؤاد هو اللعيب اللي كان لازم يكون موجود. طيب مباراة قوية الحقيقة، مباراة منتخب بلجيكا، رؤيتك الفنية بقى لهذه المباراة ازاي؟ لا بلجيكا من اقوى، يعني انا متهيألي طبعا، وبعدين فرقة جامدة جدا، عندها لعيبة على مستوى عالي جدا، من احسن اللعيبة اللي موجودة في العالم، هتبقى تجربة قوية جدا بالنسبة لنا، وهيبقى مقياس حقيقي للعيبة تقيس إمكانياتها. صحيح. بالنسبة لإمكانيات اللعيبة اللي هي على مستوى عالي، دي بروين، وعندهم عندهم لعيبة من أحسن اللعيبة في العالم. صحيح. وبعدين مصنفين إن هم يعني تاني تصنيف، وأنا برضو من وجهة نظري ممكن يوصلوا المربع الذهبي بشكل كبير في كأس العالم. في كأس العالم. فهتبقى تجربة قوية لعيبتنا، أتمنى إن احنا نظهر بشكل مشرف يعني للكرة المصرية. روبرتو مارتينيز المدير الفني البلجيكا بيقول مباراة مصر فرصة رائعة لنا قبل السفر إلى قطر، مواجهة خصم إفريقي من الشرق الأوسط يفي بجميع المتطلبات التي نبحث عنها استعدادا لكأس العالم. كلام معقول يعني، منطقي جدا. هو ده منطقيا بالنسبة له، بياخد المباراة ويستفيد منها ازاي؟ ما هو بيستفيد منها على أساس أنه هو في فرق عربية في كأس العالم، وفي فرق أفريقية، فهو بيلاعب نفس المدرسة، مصر نفس المدرسة عربيا وافريقيا. فطبعا هيستفيد بيها بشكل كبير جدا، وهيبقى ليه أهداف من الماتش لازم يحققها بلجيكا، واحنا في نفس الوقت لينا أهداف بالنسبة للمدير الفني بتاعنا لازم نحققها برضه. طيب روبرتو مارتينيز مدير فني من المديرين الفنيين الشباب يرحمكم الله، من المدربين الشباب اللي هو دايما بقاله فتره الحقيقه، بقاله 3 أو 4 سنين مع منتخب البلجيكي، له فكر هجومي واضح، عنده مجموعه من النجوم الكبار جدا، يعني المباراه دي انت تاخدها ازاي؟ يعني هو كمدير فني، خليني الاول اتكلم عنه، عن روبرتو مارتينيز، هياخدها ازاي؟ بيفكر فيها ازاي؟ هياخدها طبعا ان هو يعمل نتيجه كويسه ويقدم عرض كويس، وزي ما انت بتقول هو عنده المفاتيح الهجوميه اللي تخليه ان هو يلعب بشكل هجومي، بالذات لما يلعب قدام المنتخب المصري. فطبعا هيلعب من البدايه ضاغط علينا من نص ملعبنا، هيلعب طبعا لازم يكون عنده كثافه هجوميه بشكل كبير جدا من جانب لاعبي خط الوسط بالذات المهاجمين. فهيبقى هو ده الهدف يعني من الماتش. طيب قبل ما نكمل كلامنا عن منتخبنا الوطني، خلينا نروح للكويت لزميلنا المنسق الاعلامي لمنتخبنا الوطني الاستاذ محمد مراد. مراد ازيك يا حبيبي؟ والحمد لله على السلام. حبيبي كابتن اسلام، وبرحب بيك باسم حضرتك طيب، وبرحب بالاستاذ خالد جلال. اهلا بيك. اهلا بيك يا مراد. اولا طمنا على اهلا وسهلا يا محمد، طمنا على منتخبنا الوطني ورحله الذهاب الى الكويت والتواجد في الكويت، وايه الاخبار؟ يعني كابتن الحمد لله، يعني احنا اتخرجنا النهارده الصبح الساعه 10:15 بتوقيت القاهره كده للكويت، رحله طيران حوالي 2:30. وصلنا، كان في تدريب النهارده الساعه 7 بتوقيت الكويت، 6 بتوقيت مصر، اتدربنا على استاد نادي الكويت الكويتي. يعني كنا اول كان يعني اول ما وصلنا كان وصل معانا احمد حجازي وطارق حامد، سنان مختار طبعا، الجد السعودي،
وشاركوا في التدريب النهارده اللي كان فيه حوالي 19 لاعب كانوا موجودين من اصل 24 لاعب يا كابتن. طبعا زي ما احنا عارفين محمد صلاح يعني ان شاء الله هيوصل بكره، باقي المحترفين يعني النني وكوكا وصلوا بالليل الساعه حوالي الساعه 9 ونص 10 بتوقيت الكويت. لسه فاضل محمد ومرموش ومحمد صلاح، ان شاء الله محمد صلاح هيوصل بكره كابتن اسلام لمطار الكويت، وان شاء الله يعني استقبال خاص بالنسبه لمحمد صلاح. كل التجهيزات طبعا خاصه يعني التجهيزات مترتبه دي من قبل سواء المدير الاداري محمد غرابه وكابتن شعبان بصاوي وكابتن مدير عطار مدير التنفيذي اتحاد الكوره. يعني كان النهارده كابتن حاجه كويسه جدا، واحنا نازلين كان طبعا في جاليه كبيره مصريه كانت موجوده في المطار لاستقبال بعثه المنتخب، وكان في برضك يعني اكثر من جهه اعلاميه موجوده كويتيه كانت موجوده في استقبال بعثه منتخب مصر. الحقيقه يعني الترتيبات كانت كويسه جدا سواء في الاستقبال او الوصول للمطار او حتى الترتيبات الخاصه بالملعب والتدريب. وزي ما قلت لحضرتك الحمد لله التدريب كويس، الراجل بدا يعني زي ما انت عارف كانت تدريبات بدنيه كده في الاول ساعات يعني، وبعد كده تدريبات او جمل تكتيكيه، وبعد كده تقسيمه في اخر المران. ويعني ده كان يعني ابرز حاجه في اليوم الاول لمنتخب مصر النهارده ان شاء الله في الكويت. طيب الحقيقه كابتن في اهتمام اعلامي. اتفضل. انا كنت هسالك عن الاهتمام الاعلامي او كيف ينظر او تنظر الصحافه الكويتيه لهذه المباراه الكبيره، يعني المصنف الثاني عالميا مع منتخبنا الوطني، اعتقد اللي هو المنتخب البلجيكي يعني المصنف الثاني عالميا مع المنتخب الوطني، اعتقد مباراه كبيره جدا على الاراضي الكويتيه. يعني المباراه زي ما حضرتك قلت كابتن اسلام الحقيقه مباراه كبيره جدا، زي ما قلت لك في اهتمام اعلامي كبير جدا، كان في اكثر من وسيله اعلاميه كويتيه موجوده في المطار وقت ما وصل منتخب مصر، حتى على واحنا ماشيين برضه على اكثر من اعلان على ماتش مصر وبلجيكا وموعد طرح التذاكر والشركات الخاصه اللي هي بتطرح التذاكر والمواقع الخاصه بيها، برضه حتى على الباصات ووسائل المواصلات في صور موجوده للاعبين المنتخب المصري على اصول طبعا محمد صلاح ومحمد النني محمد الشناوي موجودين صور ليهم وتنويه عن موعد الماتش. والحقيقه ماتش كبير جدا يا كابتن، يعني انت بتلعب ثاني افضل منتخب في العالم زي ما قلت بيضم افضل لعيبه في العالم جميع الانديه على اصول طبعا دي بروين وهازارد مانشستر سيتي وريال مدريد. اهتمام كبير جدا يا كابتن بالماتش، في يعني ان شاء الله يعني حتى الجاليه المصريه هنا بيتكلموا ان في اقبال على التذاكر، ان شاء الله يبقى الاستاد ممتلع عن اخره. وزي ما قلت لك كابتن يعني منتخب بلجيكا هيوصل يوم 15 للكويت، لكن الحمد لله يعني زي ما حضرتك قلت ان في اهتمام كبير جدا بالمباراه، وان شاء الله تبقى مباراه تليق باسم الكره المصريه ومنتخب مصر والكويت باذن الله. طيب المدير الفني لمنتخب بلجيكا روبرتو مارتينيز قال ان مواجهة خصم إفريقي من الشرق الأوسط يفي بجميع المتطلبات التي نبحث عنها استعدادا لكأس العالم، دي رؤية روبرتو مارتينيز، كيف يرى روي فيتوريا هذه المباراة؟ يعني طبعا هو روي فيتوريا مثل روي فيتوريا طبعا عارف المباراة صعبة جدا ومباراة قوية جدا مع منتخب زي ما حضرتك قلت كابتن اسلام من ثاني منتخب في العالم. نعم. مباراة صعبة جدا، عايز طبعا يعني كان لعب ماتشين تدريجيين نايجر وليبيريا والحمد لله فزنا فيهم. ان شاء الله يعني دي تجربة قوية جدا، اللعيبة ذات نفسها عارفة أهمية المباراة وأهمية اللقاء. وفيتوريا ذات نفسه عارف أهمية اللقاء، طبعا بتلعب منتخب من المنتخبات الكبيرة في العالم. لكن ان شاء الله يعني عندنا لعيبة مميزة، لعيبة كويسة جدا سواء محمد صلاح ونيني تريزيجيه الشناوي يعني حمدي فتحي امام اي يعني زيزو، عندنا لعيبه كثيره جدا لعيبه جوده ان شاء الله تقدر تثبت نفسها في ماتش زي ده وتديها ثقه ودفع الفتره اللي جايه. ايوه تصفيات كاس العالم وتصفيات امم افريقيا الفتره الجايه ان شاء الله تبقى تجربه كويسه، تجربه مميزه باذن الله. يا رب ان شاء الله. اخيرا ممكن تحكي لنا على برنامج المنتخب خلال الايام القادمه؟ لا يعني هو البرنامج يعني بكره يعني كل يوم تدريب يا كابتن الساعه يعني 5 او تدريبه واحده بس يعني تدريبه واحده في اليوم غير الراجل بس اجتماعات صباحيه مع اللعيبه
والفيديو والمباريات الفيديو بيتفرجوا على الماتشات ماتشات المنتخب بلجيكا زي ما انت حضرتك عارف يعني بيبقى في بيتم يعني تقطيع مباريات كده منتخب بلجيكا لكل خط الدفاع الوسط الهجوم نقاط القوة ونقاط الضعف على طول يعني التدريب بيبقى اللعيبة معظم الوقت بيبقى في الجيم ففي يعني ده معظم الجدول للفصل المنتخب للفترة اللي جاية قبل ماتش الكويت إن شاء الله في النهاية إن شاء الله نتمنى إن ماتش يليق باسم الكرة المصرية ونقدم كرة كويسة وحاجة كويسة تليق باسم مصر والكرة العربية إن شاء الله كابتن إكرام. يا رب إن شاء الله. أنا بشكرك جدا زميلنا محمد مراد المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني الأول، طمنا على كل الأمور الخاصة بمنتخبنا من الكويت. أعتقد كلام يعني كلامه بشكل عام مريح. طبعا ومنطقي، مريح ومنطقي طبعا. قبل اي مباراه كبيره بيبقى في نظام لكل فرقه في المعسكر، وزي ما انت برضو اتكلمت المحاضرات والشرح طريقه اللعب والتشكيل واختيار التشكيل واختيار الطريقه واختيار خطه اللعب، كل الكلام ده طبعا بيتقال اثناء المعسكر بجانب التدريبات، ونتمنى هي تجربه قويه، نتمنى باذن الله نظهر بشكل مشرف. انا ما رضيتش الحقيقه اسال مراد السؤال ده، ولكن هل من الممكن ان يعني مباراه بلجيكا دايما من المباريات الكبيره؟ طبعا يعني من المتوقع يعني مثلا الاهلي لما يجي لاعب فرقه اقل منه بتبقى متوقع ان الاهلي يكسب بنسبه اكبر. النهارده لما تيجي تقول النسب ما بين الفوز المنتخب البلجيكي ومنتخب مصر هتقول ان الاقرب هو فوز المنتخب البلجيكي. ايوه. هل هو الراجل مش خايف من هذه المباراه؟ لا، هي هتتحسب نتيجه واداء. يعني المباراه دي برده عشان نحكم عليها بشكل كويس كنتيجه، ان احنا مش مطالبين يعني زي ما انت قلت احنا مثلا ممكن بنسبه 80% بلجيكا هتكسب واحنا 20% كنتيجه، ولكن احنا اللي يهمنا بشكل كبير جدا الاداء. ادائنا يكون مقنع قدام الفرقه الكبيره دي والفرقه القويه دي واللعيبه المميزه دي. لو ادائنا مقنع امام هذا الفريق الكبير ده حاجه تبقى مطمئنه لينا في المستقبل باذن الله. بس في بعض الاراء برضو ودي قد تكون يعني ممكن يقول لك ايه المنتخب البلجيكي هيبقى خايفين قوي على رجلهم ان هم يتصابوا واللعيبه اللي هي تتصاب او كذا او كذا، فممكن تبقى فرصه منتخبنا اكبر. لا، اللعيبه بره ما بيخافوش على رجليهم، ده بالعكس ده بيلعب جامد عشان ما يتعورش. في فرق، احنا هنا في حاجات عندنا في مفاهيم مغلوطه بالنسبه لنا. بمعنى ايه؟ انا لو لعبت جامد مش هتعور. فهم ده الفكر اللي عندهم، مش هينزل الاحترافي مش اللي عندهم بس بالظبط. ده الفكر الاحترافي اللي اي لعيب بره بيتعامل بيه، انما هينزل هيخاف على رجليه لا، ممكن تبقى نسبه اصابته تبقى اكبر. فهم بالعكس ما عندهمش، هم يلعبوا جامد عادي يعني زي ما هم متعودين. طيب هل يجوز ان احنا نحكم على روي فيتوريا في هذه المباراه؟ لا، في من ناحيه الاداء بس. من ناحيه النتيجه لا، لان طبعا ما فيش. الاداء المتوقع ايه يا كابتن في ماتش زي الاداء؟ يبقى شكلنا كويس في الملعب، يعني نقدر نهاجم ونقدر ندافع، ما نبقاش بندافع بس، والماتشات اللي احنا بقى بنبقى حافظينها ان احنا في نص ملعبنا وبندافع بس وكور طويله ملهاش لازمه. لا، ازاي يبقى لينا شكل؟ ازاي يبقى لينا شكل؟ ما عشان كده بقول النتيجه بالنسبه لي لا، النتيجه هتبقى في صالح بلجيكا يعني بنسبه 80%. انما الاداء انا عايز اشوف فرقتنا امام الفريق البلجيكي القوي ده اللي هو تاني مصنف تاني فريق على مستوى العالم، ازاي واحنا معانا الكوره بنقدر نمسكها من بين رجلينا، ازاي بننتقل من نص ملعبنا لنص ملعب فرقه بلجيكا عشان نقدر نهاجم، ازاي هنقدر نهاجم بشكل كويس ولما الكوره تتقطع نرتد للدفاع وندافع بشكل كويس اللي هي الكوره الحديثه. انا نفسي اشوف الشكل ده. ما اشوفش شكل واحد ان احنا بندافع بس. فهو ده اللي انا هحكم، انا عن نفسي انا هحكم على فيتوريا فيه. بس الاقرب في هذه المباراه ان انت هتشوف الشكل اللي حضرتك بتقوله اللي هو بندافع بس. اللي احنا لا مش مفروض يعني لا بس انت على الاقل عندك واحد من احسن اثنين او ثلاثه في العالم اللي هو محمد صلاح، ورقم خمسه مؤخرا، لكن خمسه دي يعني بالنسبه لنا انا بشوفه رقم اثنين او ثلاثه في الفتره السابقه، لكن عندك واحد من افضل خمسه لعيبه في العالم، عندك تريزيجيه برضو واحد من اللعيبه الكبار جدا في تركيا وفي الدوري الانجليزي قبل كده، مرموش برضو، مصطفى محمد عامل شغل كويس جدا في الدوري الفرنسي، وبالتالي عندك مجموعه هجوميه كويسه جدا. عندنا مجموعه، بس هو انا يعني انا نفسي اتفرج على منتخبنا ازاي بيتحرك كوحده واحده.
واحنا بنهاجم ازاي الفرقه كلها بتتحرك، الخطوط الثلاث خطوط بيتحركوا للامام وازاي بيرتدوا للدفاع، لان هي دي الكره الحديثه بغض النظر عن الفرديات او الاسامي. ما احنا مش هنفضل نعتمد مثلا ممكن على صلاح بس، لا مش صحيح. معنى صلاح موجود ان احنا هنهاجم، لا مش هيقدر هو لوحده ولا تريزيجيه لوحده، لازم خطوط بتتحرك مع بعض في النواحي الهجوميه وفي النواحي الدفاعيه. يعني انا عايز اشوف شكل جماعي هجومي لو قدرنا نوصل له في النواحي الدفاعيه، انا هندافع كويس، لان احنا الدفاع اسهل حاجه في الكوره، الدفاع ان انت تدافع دي اسهل حاجه في الكوره على اي مدير فني، انما على اصعب حاجه على تطلع بقى ازاي تهاجم وازاي خطوطك دي وازاي يحصل تبادل مراكز وازاي الكره تنقل لقدام. فهي دي اللي نفسي انا اشوفها في منتخبنا قدام بلجيكا. متوقع التشكيل اللي ممكن يبقى موجود مين يا كابتن؟ يعني نفس التشكيل اللي بيلعب بيه لان الاجانب ما بي... ما هو لعب يعني ماتشين ودي مثلا اكرم ولا عمر جابر الناحيه الثانيه ناحيه اليمين. اخر ماتش مين لعب؟ عمر. يبقى عمر اكرم لسه يبقى عمر. عمر اللي هيلعب برضه. هما الاجانب بنسبه 90% ما بيغيرش طالما كسب في الاخر النايجر ومش بس يعني هو كسب اقل منه بكتير بالظبط، مش هيغير يعني بالله. الاجانب دايما كده. انت شايف ان عمر هيلعب عمر على اكرم لان عمر اللي كان بيلعب هو ممكن اكرم دلوقتي، يعني انا لو انا موجود العب اكرم، بس انا بكلمك بالفكر الاجانب بيفكروا الاجانب على الجانب الاخر احمد حجازي لا جدال عليه او لا خلاف عليه، تمام. جنبه ممكن يلعب مين؟ محمود علاء او خالد صبحي؟ يعني اعتقد محمود علاء، تمام. يعني من ناحيه الخبره طبعا ترجح كفه محمود علاء شويه ان هو لعب قبل كده. ناحيه الشمال مثلا مين اللي ممكن واخد مين واخد؟ حسين السيد متهيألي، اعتقد حسين السيد. وفي حاجه على فكره انا في اختياره لحسين السيد انا يعني انبسطت جدا، لان حسين من اللعيبه الكويسين جدا جدا جدا، لا من اللعيبه الكويسين جدا 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 في هذا المكان وفي هذا المركز. في محمد يعني حمدي برضو بس حسين السيد حاجه ثانيه. حضرتك شايف انها طبعا لا حسين حاجه ثانيه خالص. حسين السيد طبعا يعني انا بشوف ان الناحيه الهجوميه الاثنين في نص الملعب مثلا اعتقد ان النني هيبقى ليه دور. ايوه ولا بس النني هل النني كان بيلعب؟ النني لعب اخر ماتشين مع امبارح؟ لا ده امبارح لعب ما فيش 10 ثواني ماشي. يعني لعبوا في الدقيقه 92 ولا 91 لا وقت ما اعرفش هم يعني المدربين الاجانب برضو الحقيقه بيبقى ليهم حسابات معينه بالزبط. واختلافات في وجهات النظر. ايوه يعني اعتقد ان مصطفى محمد ومحمد صلاح تريزيجيه هذا الثلاثي له مكان محجوز ممكن، وعمر مرموش ومرموش كمان الرابع معاهم يعني ثلاثة من الثلاثة هيلعبوا من الأربعة دول. يبقى ممكن زيزو مثلا يبقى جنب طارق حامد مثلا يعني في نص برضو. لا هتبقى أنت عايز طارق حامد وجنبه واحد جنبه مدافع يعني ممكن حمدي فتحي نني بالظبط لاعب وسط مدافع زي يعني بيتميز بالصفات الدفاعية يعني هما مش هيطلعوا بره الاسامي دي يعني لا مش هيطلعوا بره الاسامي دي بالزبط. طيب هل مجموعه اللاعبين اللي حضرتك شايفهم او الاسماء اللي احنا قلناها دي هل قادرين على ان احنا نقدر نعمل مباراه كويسه امام منتخب بلجيكا؟ اتمنى كده وتمنينا كلنا بنتمنى لكن فنيا هجوميا لا مش هيكون لينا شكل مش هيكون لينا شكل. انت عارف ان انا شايف العكس يا كابتن ان احنا دفاعيا هنعاني كتير جدا. ايوه وجهه نظري يعني ايوه ان احنا دفاعيا هنعاني كتير جدا لكن الناحيه الهجوميه لان انت منتخب بيعتمد على الهجمه المرتد تمام في وجود صلاح وتريزيجيه ومرموش ولو وصلت لهم يعني اعتقد هتبقى عندنا فرصه كويسه. اتمنى كده كلنا نتمنى هذا الكلام. انا بشكرك جدا يا كابتن خالد على وجودك معانا. شكرا جزيلا استمتعت دايما وبنستمتع بوجودك. شكرا معنا. الله يخليك انا كنت سعيد ان انا موجود معاك. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن خالد جدالله. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. غدا ان شاء الله حلقه جديده من البيت الكبير.